الآن إذا ما قامت إسرائيل هذه المرة وهي ليست المرة الأولى بضرب العراق، والضربة هذه المرة إذا كانت مختلفة، استهدفت منشآت نفطية، استهدفت بنى تحتية، استهدفت منشآت صناعية، استهدفت موانئ، ما هو الموقف الذي ستكون عليه الحكومة العراقية؟ والله أولا أنا أستبعد هذا لحد الآن، لحد اليوم أستبعد ما تقوله، والحكومة العراقية في كل أحوال هي ستحمل أو حملت الولايات المتحدة حماية العراق باعتبار الجو تقريبا بيد الولايات المتحدة، دولة رئيس الوزراء يسعى حثيثا لمنع أي تجاوز بالوقت الحالي ومنع أي ضربة بالوقت الحالي، لأنها راح تكون خلط الأوراق كبير وبالتالي لا تحمد نتائجها لاحقا. يعني ما عندكم مشكلة إذا إسرائيل تركزت ضربتها على الفصائل فقط؟ لا عندنا مشكلة، طبعا عندنا مشكلة، شلون ما عندنا مشكلة؟ الفصائل هم مواطنين عراقيين، ولولا حمامات الدم نحن واثقين لم يشاركوا. طيب. لكن حمامات الدم هاي الموجودة، أوقف لي حمامات الدم، خل توقف إسرائيل وتتمسك باتفاقيات جنيف الحرب، بقانون الحرب أو قانون الدول الإنساني، ستجد تعامل آخر. لكن القتل هذا اليومي للمدنيين، للأطفال، للنساء، والله هذا يعني كل شريف هو ينتفض من مكانه يمكن. لكن الحكومة العراقية تريد الطرق الدبلوماسية والطرق السياسية، واللي أكدتها من أول يوم والآن دول محور المقاومة نفسها عادت إلى هذه الطرق الدبلوماسية والسياسية وعادت للتناغم مع موقف العراق. أستاذ سبهان، الإجابة التي قلت بها العفو تركت بها فراغ، وأنا سوف أمارس أو اسمح لي أن أمارس نظرية إملأ الفراغ التالي: أوقف لي حمامات الدم. في ما تركت أي فراغ. أنا سأكمل وأنت صلح لي. أوقف لي حمامات الدم في لبنان وغزة، أوقف لك عمليات فصائل المقاومة في العراق. إملاء الفراغ صحيح؟ يعني ما أوقف بقرار، أنا متأكد هم يوقفوا الفصائل من يشوفون ماكو حمامات دم والحرب، لأنه لا قرار لكم عليهم حسب قوانين الطبيعية، مو لأن لا قرار، وإنما الحجة هم من يشوفون حمامات الدم حجتهم قوية، من يشوفون النساء تقتل والأطفال تقتل، بصراحة حججهم الشرعية والإنسانية أيضا قوية.